هل هيصمد الفريق البترولي أمام هجمات البنك الأهلي؟ ولا البنك هيباغت بهدف؟ ولا بتروجيت ممكن يعمل هجمة معاكسة كده زي شفناها نادي الترسانة عملها بامتياز، بامتياز طبعا شغل كابتن حسين شكري طبعا، من وجهه التحية ولاعبي الشواكيش. إسحاق ويعقوبو بيلعبها حلوة، وادي على طول بتروح لكن ضاعت من جديد. هنشوف ركنية ولا ايه؟ فتحي، محمد فتحي بيلعب بدماغه كويس. اربع ركنيات للبنك الاهلي، بيعدي كويس مدبولي وبيلعبها حلوة، شوطة قوية وعلى طول وهتروح، وهي جو جول جو جول. محمود قعود عملها، قعود قعود يفتتح البنك الاهلي اول حساباته في شباك بتروجيت، يستقبل نادي البترولي اول الاهداف في الدقيقة 29 باقدام المجتهد مين؟ محمود قعود. قلنا ركنية الرابعة وتعددت الفرص من البنك الاهلي اللي استشعر خطورة بتروجيت، لكن على طول بيلعبها وبتخبط كده طبعا، اعتقد تتحسب بقى ايه، اون جول ولا ايه، لكن على طول قوية اتلعبت من اللاعب المتميز جدا جدا محمود قعود اللي عنده 3 اهداف في الدوري، لكن دي اول مبارياتهم في كأس مصر. تخبط طبعا في اللاعب بادلك لخالد ابو زياده، بادلك طبعا لاعب كويس لكن تيجي في قدمه وصعبه عليك يا ابو الناجا طبعا، حاول معاها محمد لكن تحتضن شباك، تتهادى كده في شباك بتروجيت. 1-0 على بتروجيت، لكن طبعا لسه المباراه فيها. بتروجيت عنده قدرات هجوميه متميزه، على طول بيلعبها بحبح ليه محمود شديد، بدأ شديد ينطلق في انطلاقات الأمام، يرجع معاه إسحاقو يعقوبو من جديد، إسحاقو بيلعبها لمدبولي مقطوعة، ياخدها توفيق بيتحرك كويس، بيعكس الملعب حلو قوي برؤية متميزة. خالد أبو زيادة طويلة عالية في اتجاه إسلام لكن مقطوعة من جديد، وادي انطلاقة، هجمة شكلها حلو، مدبولي هيفتح الملعب ولا يلعبها طويلة، طويلة أطول من اللازم لكن هيلحقها، هيلحقها على طول. ادي أحمد النادري بيلعبها حلوة لإسحاقو، إسحاقو ليه مدبولي ممكن يسدد، ممكن يسدد، حلوة خطرة جول، حلوة حلوة حلوة، بقول لك ممكن يسدد، حلوة حلوة. أحمد مدبولي عملها أختها قبل كده في مرمى طلاع الجيش، أحمد مدبولي متميز جدا جدا وعلى طول المساحة، وأطلق قذيفة أرض جو ملكة مدبولي تسكن شباك بتروجيت الهدف الثاني. والله إيه الكلام وإيه الحكاية، طبعا بتروجيت بدأ كويس لكن البنك الأهلي بيقول لك لا أوعى، أنا جاي بقى كأس مصر مركز تماما، انسى الدوري وريح بالك واوعى في الكأس، ركز على اللي بيجرالك. ادي مدبولي بيلم كويس وقذيفة ايه قوية، صعبة عليك يا ابو النجا، قلبي معاك يا ابو النجا، قوية جدا جدا ما يلحقهاش، هو عمل ستايل حلو يا ابو النجا، لكن مدبولي رؤية ايه متميزة واطلقها وحدك روز ايه، حلوة 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 على شمال ابو النجا الهدف الثاني. ونجول على خالد ابو زيادة ولا تم احتسابه القعود، قعود شاط لكن اعتقد هي غيرت اتجاهها، فالاقرب تكون اون جول على خالد ابو زياد. اسحاقه بيلم ريح لهم ساعه حلوه مدبولي، توقيفه حلوه وبيبص وبيلعبها وعلى طول، لكن بتعدي لسه فيها خطوره. عماد بيبص على جريندو، عماد بيلم لما حلوه وبيلعبها، لكن يا سلام يا بحبح، بحبح بيطلعها ركنيه من جديد، اهو احمد بحبح لاعب قلب دفاع متميز جدا جدا. تتعدد الركنيات، اسحاقه بيروح لها طبعا ومع عماد، ياخدها تاني عماد ليه اسحاقه، بيلعبها قوية قوية جول. ايه الكلام، ايه الكلام اللي بيحصل، ابو النجا يقول لك ايه الحكاية، انا هلعب لوحدي ولا ايه؟ اسحاقه قال لك اشمعنى مدبولي، لعبها بيمينه اجرب بشمالي، على طول حلوة جدا جدا من اسحاقه، اسحاقه بيلم واحدة ايه حلوة 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 وبيلعبها قوية برجله الشمال، ده تربيد تربيد على طول
في الزاويه اليمنى، قالوا له يا ابو النجا هتاخد واحده اهو ادي في الشمال والتانيه في اليمين، وايه الحكايه؟ بيحاول معاها بس هيعمل ايه؟ قويه جدا جدا، معاه تلات لعيبه، لكن على طول اوعى مع على طول، بص حاططها حلوه جدا جدا اسحاقه، على طول بيلفها لفه ايه جميله جدا جدا، وفي شباك النادي البترولي، حلوه بتلف ازاي؟ بص اللفه حلوه حلوه حلوه، وتسكن شباك بونجا. بونجا يقول لك ايه الكلام يا جماعه، لكن اسحاقه يلقي بيك، محتاج هدف اهو. كابتن محمد ناصر موجود جنب الكرة وشايفها، وقال ان في دينجرس بلاي او لعبة خطرة كده على رقم 6 الجزار كده. بنأكد تمام ان الهدف الاول احتسب ليه باسم محمود قعود، يستحق طبعا محمود قعود. ركلة حرة غير مباشرة داخل مربع العمليات، الكلمة الشهيرة الجميلة كابتن الكبير طبعا كابتن ميمي الشربيني، ربنا يشفيه ويعافيه. مربع العمليات هتتلعب ازاي؟ بتروجيت متميز جدا في تنفيذ الكرات الثابتة، لكن دي ليها حسابات تانية، مش عايزه قوه خالص، عايزه يعني حد يلعبها بليسنج كده او تتحط في زاويه، لكن مش عايزه قوه تماما. هنشوفها هتلعب ازاي. بيلعبها حلو، جول، يا سلام يا لعيب، لسه بقول لك، لكن هو عكس التوقعات، هم على طول بيحضروها له كده وبمنتهى القوه على طول، خالد ولا مين، هنشوف اللاعب اللي حطها، حلوه جدا جدا جدا، يا سلام عليك، حلوه يا حمد يا حمدان. انا كنت بقول من اول مباراه احذروا القدم اليسرى لحامد حمدان، قدم مرزبه تعرف طريق الشباك، وقد كان حامد حمدان بتتلعب حلوه جدا، هنشوفها تاني. بص الكوره، هو حامد مستنيها ولاعب عنده قدم يسرى متميزه على طول، حلوه قويه قويه، صعبه عليك صعبه عليك يا صبحي. بص الكوره قويه ما تلحقهاش، وصعب سرعه الكوره. هيصل معاهم البنك الاهلي، هتبقى مواجهات قويه جدا في دور ال 16 بعد استكمال باقي اللقاءات. تفوته حلوه وبيلعبها اسحاقه، ممكن يسدد، قويه، جاب جول، جوه الجول، اسحاقه يعقوبو، القدم اليسرى التي لا تخطئ طريق شباك بونجا، اسحاقه يعقوبو بيعدل كده قبل نهايه المباراه، يضع هدف قذيفه قويه جدا جدا من اسحاقه يعقوبو، هو بيعرج بيزك كل ده وبتزك يا راجل، قذيفه ايه؟ قويه جدا، بيقول له عايز ابدل، لا مش هتبدل خلاص، حطها قويه جدا اسحاقه. بص بس بص التفويته حلوه جدا جدا، التفويته اتلعبت من السيد ايمن السيد، حلوه، واسحاقه يعقوبو على شمال بونجا يقول لك انا هعمل ايه ولا ايه، قويه جدا جدا، تاخذ ايد محمد ابو النجا بونجا في شباك بتروجيت. البنك الاهلي يفتتح رابع حساباته وايداعاته في شباك بتروجيت بعد مباراه هايله ادارها طبعا كابتن طارق مصطفى باقتدار شديد، وكابتن سيد حاول في حدود الامكانيات.